آن الأوان لك أن يصل بك اليقين مع الله عز وجل أنه ما من شيء يقع في هذا الوجود إلا وفي مصلحتك. اليقين. لكن كيف يجي اليقين لما أعرف أن الله من هو الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ اليقين لما تعرف أنه ما من داء يتنزل إلا وله دواء بأمر الله. اليقين لما تعرف إنه أنا يا رب مسلمك أمري وأنا هيني نايم فيتصرف الله في دقات قلبك لا يزعجك في نومك، ولا عشان هيك كتم صوتها سبحانه وتعالى، ولا لو كان قلبك بتسمع وانت نايم ما بتنامش، لكن الله كتم صوت دقات قلبك لتنام بهدوء الذي دللك هذا الدلال. أما أنا الآن أن تتيقن به، ولذلك قمة إيمانك إنك تصل لمرحلة اليقين مع الله عز وجل. شو مرحلة اليقين؟ أنه إذا أصابتك ضراء تصبر لأنك تعلم أن الله يريد أن يسمع صوتك فتقول يا رب، وإذا أصابتك سراء أن تشكر لأن الله أغدق عليك لتقول يا رب لك الحمد، وأن الله إذا منعك فإنما منعك ليعطيك ما هو أفضل فلا تعجل، وأن الله إذا عجل لك فإنما يريد أن يختبرك هل تعطي مما أعطاك الله فتعجل، وأن الله عز وجل إذ أجرى عليك قدرا معينا فإنما يريد أن يرفع لك في الدرجات فيتباهى بك أمام الملائكة، وأن الله إذا حرمك من نعمة الولد لأن الله يعلم لو أنبت لك ولدا سيكون عليك سخطة في الدنيا، وأن الله إذا أعطاك أولادا فإنما أراد أن يمتحنك هل تربي وتنتج جيلا أم أنك ستجعل منهم أرضا تبلع وأرحاما تدفع، وأن الله إذ حرمك المال لأن الله يعلم لو أعطاك المال لأطغاك فأراد الله أن يحميك كما يحمي الطبيب مريضه من السكر، وأن الله إذا أغدق عليك العطاء فلأن الله يريد أن يبتليك فينظر أتكون جسرا في الخيرات أم تكون مانعا لما أعطاك. لازم تفهم عن الله هذا اسمه اليقين، مش خلقك عشان يضرك ولا خلقك عشان يعذبك، ما هو لو ربنا خلقك. ولذلك يقينك بالله عز وجل هو اللي بيسهل عليك ظروف الدنيا، إن أعطاك شكرت وإن حرمك صبرت، لا تسخط في الجهتين. وليس هذا إلا للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، ما قالش المسلم، لأن المؤمن من وصل إلى مرحلة اليقين مع الله أن كل تصرف صادر عن الله تبارك وتعالى فإنما فيه محض مصلحة إليك قبل أن يكون إليه.